حاضر. ده انت بتلبسيها ليه؟ هاخدها معايا المحل. نعم محل ايه وتنزليها فين؟ ما انت نازله كمان المحل بتاعك، مش هنسيبها لوحدها في البيت. طب ما تسيبها في البيت وتسكي عليها زي ما انا بعمل. تسكي؟ ايوه تقفلي عليها يعني. لا انا مش عايزه اقفل عليها، انا عايزه انزلها معايا اسليها وتسليني. يا سلام تكونش اختي قريبتك وانا معرفش. اه خالتي زي ما هي خالتك. انا في ودان انزلي تحت في الحاره قولي انها مش خالتي. خلاص يا اختي هروح معاها وهنسيبك ونسك عليك هنا لوحدك بقى كده. اه ماشي يا اختي روحي معاها. اه خديها احسن من حبستها برضك هنا. بس بقول لك ايه بقى والنبي يا اختي، بلاش عوجه اللسان والرطن بالاجنبي ده. ادام نويتي تنزلي استرزاقي هنا في الحاره النسوان مش هتفهمي، وانا من النهارده كل يوم بالليل اقعد معاكي شويه اعدل لك لسانك ده واكسب فيكي ثواب. بدل ما انت عامله زي النسوان لا مؤاخذه كده. نعم ايوه يو يعني هي الدنيا هتتهد. خير عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. يا نهار ابيض يا الف نهار مبروك يا اختي. روح روح رب له شربات اواه. ايه استني يا خالتي هو اي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القعدة اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعه، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا اوليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله ثم تعالي هنا بقى هو بقى يرجعك عشان كده. قومي من هنا زباله الحريمه دي. قوم قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل اطلعي يا اختي اطلعي. انا حق علي رفات. انت هنا يا راجل يا قفص اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل. لكن ازاي راجل كل عشته مع البهاي اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده؟ انت حدك حشرك حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها. انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان الست جمالات. ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها. هو انت اللي ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة الشأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على درة عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدرة لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله، وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عمارتي اللي فيها المحل، هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي جدعه بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش في الشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي من قارون. ماشي يا انا يا انت هتقعوا مني فين؟ مش يا لحمه تجيني على المفرمه. انت واقف هنا بتعملي ايه؟ انت انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرفوا. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصين نصيب عليكوا كلكم. عملت لك اللي في دماغك بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا عاوز تبيعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟
اهي بعترض كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فرد شبشب مقطعه. بالراحه بالراحه، خف صابعك اللي عامله زي المخراز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه كفايه، جبتي تعبتني. بس الشهاده لله، الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه، هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاتنين، انا انت كوريا في البيت ده.